لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. وشوفنا الله يخليك للمهندس أحمد عبد الرزاق من دائرة البلدية وتخطيط بعجمان، مساعد المدير للشؤون الهندسية والفنية. شوفنا يا الله يخليك، تحدث عن تحويلة مشيرف إن شاء الله، بنشوف إن شاء الله موجود خالص. شوف الله يخليك. موجود خالي؟ زين. سعادة المهندس أحمد عبد الرزاق المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باش مهندس. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخوي؟ إن شاء الله بخير. بخير بنعم، الله يبارك فيك. الله يعزك يا طويل العمر، يا هلا وسهلا. شو أخباركم طيبين؟ الله يعزك يا سيدي، الله يطول عمرك. شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، أمور طيبة، الله يبارك فيك. أول شيء نهنيكم يا طويل العمر على وإنشيد بالدور الكبير اللي تقومون فيه في قطاع طبعا الشؤون الهندسية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لتحسين صراحة يعني وتجميل كل الشوارع، وأيضا مثل ما تقول الوقوف على كل العمليات اللي تجري والصيانة، جزاكم الله خير. بما يتعلق يا طويل العمر الآن بجسر الشيخ خليفة، الحمد لله، أو تقاطع الشيخ خليفة بن زايد، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله يعني افتتح والحركة تسير، اللهم لك الحمد والشكر. كنا متخوفين في البداية صراحة، يعني متخوفين انه مثل ما تقول عند تقاطع مركز حمدان او تقاطع الصناعيه بالاصح، كنا متخوفين انه تصير مثل ما تقول لان انفتح الطريق بدل اللفه الكبيره ويصير تكدس للسيارات، ولكن الزمن اللي محطينه للاشارات المروريه جزاكم الله خير بالتعاون مع الاخوان في اداره المرور والترخيص، يعني زمن جميل جدا، والحمد لله مما ساعد عدم تكدس السيارات. الحمد لله من افتتح الجسر الى الان ما صارت زحمه الحمد لله واختناقات مروريه في هذا المكان، جزاكم الله خير. باقي طويل العمر الآن أيضا جزء من هذا التقاطع لم يكتمل الحمد لله رب العالمين، اللي هو بيروح شارع الشيخ راشد بن سعيد، هذا بي شارع الشيخ راشد بن سعيد، هو بيطلع من شارع الشيخ راشد بن سعيد بالاتجاه إلى جسر الشيخ خليفة. هو طويل العمر، أولا أشكرك أبو راشد على جهودك وعلى يعني برنامج المتميز، جزاك الله خير. ونحن إذا نقوم بشيء هذا جزء من واجبنا حقيقة، الوطن يعني حقيقة يستحق أكثر من هذا. وشيء ثاني، تعرف مثل ما تعرف يعني توجيهات متابعات يعني قيادتنا جزاهم الله خير، الله يجزيهم، وعلى راس الشيخ احمد جزاه الله خير، والشيخ عمار والشيخ راشد، وكذلك مبادرات رئيس الدوله. هذه طبعا نحن موظفين نؤدي الواجب، لكن اهتمام كبير من القياده. نعم. الموضوع طويل الامر بالنسبه لتقاطع الشيخ خليفه، طبعا تقاطع الشيخ خليفه الجسور والانفاق هذه اكتملت الا جسر واحد اللي هو شغالين فيه، المقاول شغال فيه. اللي هو جسر رقم 4، الجسر رقم 4 شارع الشيخ راشد بن سعيد. نعم. اللي هو يدي من معيمان اللي يسمونه شارع المينا او شارع مشيرف، هو راشد، هو اسم راشد بن سعيد، نقول جميع الناس اسمه شارع الشيخ راشد بن سعيد المكتوب، بس ناس اعتادت تسميه شارع مشيرف او شارع المينا. نعم، لان نودي قدام المينا ونودي قدام مشيرف. نعم. الجسر الرابع، طبعا الجسر الرابع يعني يوصل بين تقاطع الشيخ خليفه ثم يعني ينزل على شارع هذا طويل العمر. معلش عندي استفسار مهندس. نعم. هذا يجيبك من هناك طويل العمر ولا يطلعك من شارع الشيخ راشد يوديك للتقاطع؟ هو طبعا ولا في حاره رايح جاي؟ لا، في اتجاهين، يجيبك من هناك ينزلك على الشارع باتجاه سوق السمك. نعم. ويردك ويطلعك مني من مشارف عند محطه سعود شارع الشيخ راشد بن سعيد، يوديك تقاطع الشيخ خليفة أساس. إذا بتبغى تروح الحميدية، إذا بتروح الحميدية أو بتروح اتجاه الشارجة، أساس ما تمر في شوارع أخرى على طول، يعني تمر بخلال التقاطع. يعني الجسر هذا يربط شارع راشد بن سعيد مع التقاطع، وكذلك هو طبعا جسر في اتجاه واحد، لكن وانت جاي من عيمان في اتجاه التقاطع كذلك تدخل في شارع جنب الجسر، يدخل تقاطع الشيخ خليفة، شارع الشيخ خليفة. نعم. هذا الجسر طبعا في شو اسمه مرحله متقدمه من العمل، لكن باقي عليه تقريبا شهرين. في الشهرين هذين نحن مضطرين مع الاخوه في مبادرات رئيس الدوله. نعم. ان نعمل تحويله، يعني نغلق شارع راشد بن سعيد عند منطقه الجسر عند المنحنى اللي هو عند محطه سعود. نعم. راح يغلق، وبعدين حركة مرور من عجمان إلى مشيرف بيكون مرة ثانية من خلال المنطقة الحرة. بتفتحون المنطقة اللي سكرتوه؟ اللي سكرناه، نعم، راح نفتحها. الطريق اللي تسكر هذا اللي يدخلك من خلال من المشيرف إلى المنطقة الحرة، يطلعك ويدخلك مني.
هيبك على شارع راشد بن سعيد. اي نعم. نعم. شارع راشد بن سعيد طبعا الان ندخل خلال المنطقه الحره ندخل في مشيرف على شارع طارق بن زياد عند الهلال الاحمر. نعم. بس بيكون في اتجاهين. نعم. قاعدين نوسع الشارع داخل المنطقه الحره. متى بتبتدي التحويل الله يطول عمرك؟ نعم طويل عمر. متى بتبتدون التحويل وبيتغير الشارع؟ التحويل ان شاء الله باذن الله باكر الساعه 3 العصر باذن الله راح التحويل هذه نفتحها. يعني بيتسكر باكر الساعه 3 العصر بيتسكر هذا الشارع. نعم. بتفتتح التحويل. نعم. من خلال المنطقه الحره. نعم. واللي بيروحون ايضا اللي يبون يشرون مشارف وما يبون يمرون منه بامكانهم انهم يتجهون من جده تقاطع الشيخ خليفي ويدخلون مشارف من تقاطع سيتي سنتر. نعم بالضبط. نحن نحن نتمنى من الاخوه مستخدمي الطريق ان الان خاصه اللي بيروحوا مناطق غير مشارف مثلا الجرف وغير الجرف ما يون مني ايه تقاطع الشيخ خليفه سالك وسهل جدا ومن شارع الشيخ خليفه في اكثر من جسر ثم تقاطع الشيخ خليفه ثم جسر شو اسمه اللي هو الراشديه وجسر الشيخ مشتوم. نعم. شارع الشيخ زايد عن سوق الخضار وكذا ممكن هناك وشارع الشيخ عمار طرق هذه سالكة مفتوحة تماماً. نعم. يروحون مشارف تحديداً ممكن جزء منهم طبعاً وإذا حبوا يروحون الطريق هذا الطريق بيكون حارتين رايح حارتين جاي. فهذه ومدة التحويلة راح نحط اللوحات إن شاء الله من باكر لمدة شهرين مو بأكثر. نعم. 24 نفتح الشارع مرة ثانية إن شاء الله. نعم. مو بأكثر من شهرين. نعم. فنتمنى من الأخوان بس يراعون إن اللي رايحين يرف ما يجون من الشارع هذا. يتخذون الشارع البديل اللي هو تقاطع الشيخ خليفة من هناك ويتجهون مثل ما ذكر. أسرع. يعني نعم. بدل ما يدخلون في مشارف ويطلعون مرة ثانية لأن خاصة إن بعد حوالي أسبوعين من اليوم بإذن الله راح نفتح تحويلة أخرى اللي هي مال الجسر شو اسمه. تقاطع سيتي سنتر. سيتي سنتر نعم. نعم. هاي التحويلة قلت لي المهندس بتبتدي إن شاء الله. بداية أول شارع في مشيرف من بعد شارع الصفية. وانت جاي من اتجاه وانت جاي من اتجاه رأس الخيمة أو من القيوين. نعم نعم التحويلة تبدأ من هناك وين بيت من بيت العامري. نعم. الله يرحمه من بيت العامري. نعم. ومرورا طبعا مرور على شارع الشيخ راشد بن سعيد الجزء اللي في منطقة مشيرف. نعم. وبعدين يتقاطع مع شارع مشيرف عند ميرس عبد السعيد عند أبو سعود هناك ويكمل. نعم. لين شو اسمه عند القيادة من عند القيادة بين القيادة ووزارة العمل ندخل مرة ثانية على تقاطع الشيخ خليفة. وبعدين ترجع على الشارع. تكون يعني ما بصعب ما بتكون صعب التحويلة هاي على ما أعتقد لأن ما فيها شيء يعني. وبعدين الشيخ راشد أمرنا أن يعني نزود الحارات يعني حتى أكثر من المطلوب حقيقة. بدون إشارات وصار مثل دوار كبير جدا وإن شاء الله بيكون أمور سالكة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن إن شاء الله من غدا تمام الساعة الثالثة سيغلق شارع الشيخ راشد بن سعيد المؤدي إلى طبعا منطقة مشيرف وبيتم الدخول إن شاء الله من خلال المنطقة الحرة للتحويل اللي كانت سابقا موجودة أثناء ما كان متسكر اللي هو تقاطع الشيخ خليفة. نعم لمدة شهرين فقط بإذن الله شهرين. لا بسيطة إن شاء الله راح الكثير وباقي القليل إن شاء الله يا رب العالمين. في النهاية كل مصلحتنا عشان الحين يا طويل العمر باكر نرتاح إن شاء الله من خلال استخدامنا لهذه الطرق إن شاء الله. وللتفضل في أبو راشد بالنسبة لتقاطع عند مركز حمدان كذلك نحن على وشك توقيع عقد مع المقاول نعمل جسر هناك بأمر الحاكم. جيد التحويل وين بتكون هناك خططتوها ولا بعكم خالي؟ لا خلصنا واعتمدنا حتى من المرور بعد نفس الفكرة هذه بتمر من خلف البنايات خلف مستشفى جي ام سي. نعم. وتطلع مرة ثانية عند يعني عند فلال الشيخ فيصل اللي قدام فلال الشيخ فيصل اللي ورا مستشفى الدي ام سي. اي طبعا الشارع بنطور انا شارع قديم هناك بنطور الشارع بنزود الحارات. نعم. والصوب الثاني كذلك وبيكون خلاص بيكون اتجاه واحد الشارع هذا باتجاه واحد مثل ما قلنا نحن مثل دوار كبير يمر خلف البنايه هذا. نعم. تاخذون نفس بيكون مربع مثل الدوار كبير بس مربع بيكون تقريبا. نعم. زين بس طبعا هذا يمكن تزامنا مع هذا بتغلقونه ولا لا؟ هذا لا هذا الان مثل ما قلت طويل العمر نحن الان مال شارع مشيرف هذا باكر من جسر لا لا انا قصدي شارع التقاطع السيتي سنتر. لا السيتي سنتر يمكن تقريبا بعد اسبوعين نخلص التحويله. نعم. بعدين بعدها يمكن بعد ما امور تستقر الناس يعني تتعود على التحويله هذه بعد بس بتبتدون في التحويل الثاني اللي هي تحويل تقاطع الصناعيه او حمدان سنتر. الصناعيه بعد ما الناس تتعود على التحويله الاولى اللي هي منطقه بتبتدون في التحويل الثاني. بعد يمكن بشهر او شهر ونص. ان شاء الله ان شاء الله. وقلت لي العمل ان شاء الله بيستغرق 9 أشهر. نعم العمل الجسر 9 شهور. نعم. وهذا تنفيذ بلدية عجمان دائرة البلدية والتخطيط. نعم. ما يخص نعم. وزارة الأشغال فيه. لا تنفيذ دائرة البلدية. الله يجزيكم خير ومثمنين الجهود اللي تقومون فيها
طبعا جزيل الشكر لسيدي صاحب السمو حاكم الإمارة ليزي خير الشيخ حميد بن راشد النعيمي وشيخ عمار أيضا ولي العهد وأيضا الشيخ راشد رئيس دائرة البلدية والتخطيط وكل العاملين بأستاذي أيضا يحيى إبراهيم مدير البلدية وكل العاملين وحضرتك وكل العاملين بهذا القطاع المهم الحيوي جزاكم الله خير على ما تبذلون. ونحن أبو راشد من خلالكم يعني مقدما يعني نتأسف الجمهور أي مضايقات أي تأخير نتمنى ما يكون فيه. لا لا إن شاء الله. ونشكرهم حقيقة على تجاوبهم وملاحظاتهم أي ملاحظات كذلك نتقبل من عندهم عشان نحول الموضوع من سواء من خلال البرنامج أو اتصال مباشر. نعم. لكن نعتذر منهم إذا صار أي إرباك وكذا أول يومين قد يحصل لكن إن شاء الله حريصين إنه ما يحصل. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. نشكركم يا طويل العمر لو تبولنا بعد كروكي يا طويل العمر على المخطط ان شاء الله طرشوا لنا اياه يكون احنا بعدنا ارضى من خلال تلك ان شاء الله. حاضر الله يطول عمرك. مشكور يا سيدي حياك الله. سعاده المهندس احمد عبد الرزاق المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسيه بدائره البلديه والتخطيط بعجمان ايضا ثمن الدور الكبير اللي تقوم في لجنه متابعه طبعا اوامر سيدي صاحب السمو رئيس الدوله ومبادره صاحب السمو رئيس الدوله جزاه الله خير ما يتعلق بالبنيه التحتيه في الامارات. معالي احمد بن جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسه وايضا الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي وكل اعضاء اللجنه الموقرين جزاهم الله خير على ما يبذلون مجهود الحمد لله رب العالمين عمل صراحه يعني يشكرون عليه وجهود يعني جباره اللي يبذلونها جزاهم الله خير وخير طبعا دليل وشاهد على كل هذا اللي يسوونه أشياء نشوفها الحمد لله أمامنا يعني ما دلائل كلها موجودة الحمد لله رب العالمين. هذا تقاطع الشيخ خليفة يعني صار من التقاطعات الحيوية وأكبر مشروع يعني ينفذ في إمارة عجمان مبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه تكلف 250 مليون درهم اللهم لك الحمد والشكر يعني ربع مليار درهم أنت تمشي على ربع مليار درهم يعني اللهم لك الحمد والشكر. ولكن حصل حصلة نقل نوعية اللهم لك الحمد والشكر في سلاسة سير والحمد لله رب العالمين وأيضا أول مرة نشهد في إمارة عجمان مثل هذه الطرق والجسور اللهم لك الحمد والشكر اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وعامر بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. والمبادرة أيضا تلوى المبادرة وهناك يوميا إعلان عن هذه المبادرات ونثمن الدور الكبير لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة جزاه الله خير وايضا نثمن الدور الكبير مثل ما قلت للجنه لجنه متابعه اوامر سيدي صاحب السمو رئيس الدوله ومعالي احمد بن جمعه الزعابي واللي يشتغلون يا في هذه اللجنه. وايضا اليوم في خبر ذكر الدكتور اليوم كاتبينه في الجريده بان هناك الشيخ منصور جزاه الله خير ايضا ما ننسى الدور الكبير عفوا اللي يقوم فيه الشيخ منصور بن زايد النهيان جزاه الله خير ايضا هذا الشاب النشيط وهذا يعني وزير شؤون الرئاسه جزاه الله خير يعني رجل مخلص ورجل محب لبلد الحمد لله رب العالمين ورجل متابع أول بأول مع اللجنة جزاه الله خير. اليوم الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي في تصريح في الجرائد نفس الكلام اللي تحدث هنا بأن هناك 30 لجنة شكل الشيخ منصور للاطلاع على أيضا المنازل اللي موجودة هنا لمبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بإحلال المنازل القديمة جزاهم الله خير. نشوف هنا يا طويل العمر عندك شيء ما عندك شيء زين نشوف يا طويل العمر وين صار الأستاذ سامي الريامي. سامي الريامي لو غيرت العمود إذا عندك تتم باكر اكتب أقرب لك أقرب لك استبيان بعيد عن حسن النية. يقول الأستاذ سامي الريامي لا يمكننا التعامل بحسن النية مع الاستبيان الذي وزعه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسيحية التابع لجامعة قطر على العمالة في الإمارات ولا يمكننا أبدا تجاوز نظر الشك في أهدافه فالمؤشرات السابقة واللاحقة لتوزيع هذا الاستبيان جميعها تجعلنا نتيقن من أن هناك كثيرا من الأهداف غير المعلنة تقبع خلف كل سؤال فيه والأمر لا علاقة له أبدا بالدراسات العلمية المسيحية فهي تغطي ظاهر الأمر وتخفي باطنه. هناك أعراف وقوانين وجهات مختصة في الدولة يمكن التنسيق والتعاون معها في مجال البحوث والدراسات ولكن هذا الاستبيان دخل متسللا للعمالة مركزا على أسئلة محددة تفوح منها رائحة مشابهة لتلك الرائحة التي تركز عليها المنظمات الدولية ذات الأجندات والتي تنشر كذبها وادعاءاتها في كل مناسبة ولا يمكن أبدا الفصل بين الاثنين أو الاستبعاد الربط بينهما خصوصا بعد انكشاف أمر منظمة الكرامة وتمثيلياتها السابقة في تنظيم تجمعات مدفوعة الأجر من مغتربين لا يعرفون أين تقع الإمارات ويتظاهرون ضدها. طبعا من المضحك أن تسأل عاملا حول رضاه عن راتبه الشهري فلا أعتقد أبدا أن الجواب سيكون نعم راضي ولو وجهت هذا السؤال لكل العمال والموظفين وحتى المسؤولين في كل دول العالم لكان الجواب لست راضيا
هذا الكلام يعني ما يختلف عليه ابدا, ما يختلف عليه هذا الكلام. اي واحد تيجي تسال بتقول له راضي, بيقول لك لا انا ما براضي, منو ما حد راضي, كل واحد يبغي المزيد, كل واحد يبغي المزيد. الان العامل اللي يتقاضى على سبيل المثال 1000 درهم بيقول لك انا ما براضي, يتمنى لو يكون مثلا راتب 10000 درهم, هذا معروف في كل مكان. سؤال مثل هذا لا يمكن تصنيفه ابدا كسؤال علمي, لانه وغيره كثير من الاسئله في هذا الاستبيان موجهه نحو اجابه معينه يقصدها الباحث لاستنباط اجوبه سلبيه. يعني هم مجهزين بما معناه, مجهزين للأسئلة هذه أو مرتبين الأسئلة أساس تكون الإجابة في الأسئلة هذه. أنا أقدر أسألك أسئلة وفي النهاية من خلال وضعي لهذه الأسئلة تكون إجاباتك كلها سلبية, هذا شيء معروف يعني ما يبغي. فيقول لك يا طويل العمر تساعد على توثيق صورة معينة يهدف إليها البحث والدراسة. لا يمكن يقول إطلاق صفحة أو صفة العلمي على الاستبيان لثلاثة أسباب واضحة فيه. أولها وأكثرها وضوحا هو توجيه الأسئلة للحصول على معلومات محددة ومقصودة, وثانيها أن أسئلة الاستبيان لم تترك مجالا للعامل للعمال لكتابة رأيهم في حال كان لديهم وجهة نظر أخرى غير تلك المطلوبة منهم, وثالثها التركيز على التدين في أوساط عمالة عربية يفترض أساسا أنها مسلمة. أما الأهداف غير العملية من الاستبيان فهي واضحة أيضا لكل من يطلع على 75 سؤالا, وهي السعي لتوثيق حالات مخالفة لحقوق العمالة وحقوق الإنسان بشكل عام في الدولة ونشرها إعلاميا أو تغذية المنظمات الدولية التي تعمل ضد الإمارات بهذه المعلومات بغرض زيادة الضغط عليها, إضافة إلى قياس قوة التيار الديني في أوساط العمالة العربية في الإمارات ومعرفة مدى تأثره بالأحداث العربية وتالية مدى إمكانية تأثيره في استقرار وأمن الإمارات, وثالثا تشويه صورة الدولة والتعتيم على منجزاتها العمالية طبعا إجراء وتشريعا من خلال التركيز على استخراج معلومات من أوضاع العمالة العربية وتعرضهم للضغوط من أصحاب العمل تبين تناقض قوانين الدولة من القوانين الدولية. وهذا الأمر تحديدا تم بدقة شديدة من خلال بعض الأسئلة التي لعب فيها الاستبيان على وتر الجاليات والجنسيات لضرب بعضها بعضا وتاليا ضرب الدولة من خلالها. غريب جدا ما يحدث في الإمارات, دولة مسالمة وشعبها يكون كل محبة وخير لكل الشعوب الشقيقة والصديقة, ولم يثبت يوما أن حكومة الإمارات تدخلت في شؤون الآخرين, ومع ذلك نكتشف يوما بعد يوم أن هناك من لا يريد استمرار الأمن والأمان والاستقرار لدولتنا وشعبها, لكن ذلك لم يحدث بفضل الله أو لن يحدث بفضل الله وفضل تلاحم شعب الإمارات مع قادته, وهذا ما لن يستطيع أحد تغييره إن شاء الله يا رب العالمين. والله لا يغير علينا إلا للأحسن, ولكن ما علي الشر يا أمي, أقرب لك أقرب لك. إيه خلصهم الكرامة خالي, ما في فايدة. إيه خلوهم يظهرون في سويسرا وعطوهم فلوس وطلعوا آخر شيء كلهم مأجورين, سبحان الله. إيه والله طلعوا آخر شيء كلهم ما يعرفون يسألون, ما يعرفون منو, ما يعرف الإمارات وين, ولا يعرفون عدد المعتقلين, اللي يقول 1000 واللي قال 1500, ولا يعرفونهم ولا يخصهم في المعتقلين ولا يخصهم في الإمارات ولا يدرون بالإمارات وين أصلا, وناس جايبين من الشوارع. ولكن للأسف بعد ماذا إيه شوفه تقول خالي معليش, هاي ضريبة النجاح خالي, ضريبة النجاح والشهرة والسمعة الطيبة والخير الحمد لله رب العالمين معليش. لكن نقول ما نقول لا, موتوا بغيظكم الحمد لله رب العالمين. والله سبحان الله تتكرر نفس سالفة أحلام يسبونها وتحط صور زينة وحليلة, سبحان الله. الإمارات بعد سووا يحاولون يعني بقدر الإمكان إنه يشوهون سمعته وخاصة, لكن سبحان الله هي ربك بعد سبحانه وتعالى يرفعها. أمس طلع برج خليفة قال لك أحسن معلم في يعني معالم سياحة في الوطن العربي, ما يعني الحمد لله ربك بعد إيه, وما بالحين مسويني بعد يقول ولا دافعين فلوس, لا الحين ما ندفع فلوس حق الأمور, عندنا شيء زين بينجح يا طويل العمر, بإمكاننا ندفع فلوس حق أشياء وايد, ولكن عندنا شيء زين بياخذ المركز الأول يا طويل العمر, ياخذ المركز الأول مردية كذي, ولكن نسير ولا نقول نجيب الناس ونقول لهم اكتبوا عنا وادفعوا وسووا عنا وهذا ونجحونا وربحونا واكتبوا عنا الله ويعطونا شهادات, لا ما نبغي خالي, مجهودنا ناخذ الشيء كله بعرق جبيننا طويل العمر, وما نقتات على خلي على الله خالي. واحد يعني لكان بالنهاية يقول عني ما تقول, صوبي كم صعب الوصول, واللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول خالي إيه. والنهاية نرد نقول البنايات ما بكل شيء ترى إيه. قال الشيخ زايد الله يغفر لك ويرحمك يا رب, الله يغفر لك ويرحمك إيه.
قال المصانع ما تسوي شيء الرجال ليه زي المصانع قال والفعل من خلف ما مات اللهم لك الحمد والشكر خرف رجال الله يغفر له ويرحمه أسس البلاد طيبة اللهم لك الحمد والشكر وهذا وما قصر الله يغفر له ويرحمه الله يغفر له الله يغفر له ويرحمه وخلف لنا رجال نيت عند خليفة ولا عند محمد بن راشد ولا نيت عند إخوان الحكام ولا عيال زايد كلهم ربنهم زايد ترى الله يغفر له ويرحمه طالع أمشي قايل اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله الحمد لله شيء بعد البارحة محصلين جائزة شيء غير نحن بعد مالش شو خلي شيء محصلين بعد البارحة صبر خلني أقرأ المسجات مال خالد صفر خالد صفر لا مال هو مال نفس العملية مال برق الإمارات وين صار يا خالي صبر شوي هذا برق الإمارات لا حسون البيدار يوسف الحاي يقول لك يا طويل العمر وين صار المسج بنشوف خالي اشوف المسجد ما ادري وين صار يقول لك لا طويل العمر هذا المسجد الثاني يعني. ايضا اختيار سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الاتحاد حاكم امارة الشارقة حفظه الله ورعاه رجل التراث العربي في الملتقى السياحي العربي بالقاهرة وبرج خليفة يفوز بافضل جائزة معلم سياحي عربي يا سلام يا سلام اللهم زدهم بالخير ان شاء الله موتوا بغيظكم شو عندك خالي نتواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا